تيل. أتيل؟ مين قال أتيل؟ أنت قلت أتيل؟ ما قالش أتيل، قال الأوتيل. أنا وهو واخدين أوضتين ديوز. وبعدين المشكلة مش جوه القصر يا بدران، المشكلة اللي بتحصل بره القصر. عجبك الجرافيتي اللي مرسوم على السور؟ قدام القصر بتاعي الاقي عربيه حمص وحلبسه وسمين سمين. ما هو سيادتك الجندي لو اتدخلوا بيتلاموا، لو ما اتدخلوش بيتلاموا برضو. افهم من كده ان انت مش قد المسؤوليه. هتعمل ايه يعني يا امير عز الدين؟ هتقلني من منصبي؟ اقيلك من منصبك لو انا فعلا الامير عز الدين. انا مش الامير عز الدين. امال انت مين؟ انظر الى هذا الوجه، انظر ابعد. انت بتقرب ابعد ابعد ابعد. مين ابعد؟ مين ابعد؟ ماما ماما هتزروت الدنيا، انت بعدت قوي. اقرب شويه. انت مين؟ حسن الهلالي؟ لا، انا حسن الهلالي. انت الناس بتوعك هربوك من السجن. مش الناس بتوعي اللي هربوني من السجن، دول بعض الاهالي كانوا ساكنين حوالين السجن، جم فتحوا السجن بطفاشة عادي وخرجوني أنا وبقية الزملاء المساجين. يعني أنت هتصيح عليا يا حسن يا هلالي؟ السجن كان في الصحة يا حبيبي. أهالي أهالي إيه يا أبو أهالي؟ ده أنا من المنطقة. أنت قلبت لوكال ليه مرة واحدة كده؟ عموما عايز تبارزني بارزني، بس اوعى تبعد عني. عايز تصالحني تعالى. هتبارزني بالشومة؟ إذن فليكن، احدف بيها إليك. الله أحرقك. طبعا اقتلك انت، خلاص كرامتك اتهانت وما بقالكش هيبه، فالموت احسن لك. التاني. برافو يا مولاي برافو. ولي يا ول، ولي يا ول. اوه انت واخده توكيل الهبل. انت ايه اللي جابك؟ انا مش بعتك لشاهين؟ معلش اصل بحب الرقصه قوي. يا بت امشي روحي لشاهين. جبت الملفات؟ اهم حاجة الورقة اللي كان فيها سبب حبسي. تمام، برافو عليك. والباقي كله اتفرم. الباقي اتفرم، حلو. اتكلي انت على الله. صح صح، شاهين جاي بعد شوية. ماشي ماشي، ريحي انت عشان ما يشوفكيش. ماشي. لما بتموت في الرقص البت دي. السيد شاهين بالباب. شاهين يا مولاي، شاهين يا مولاي. شاهين ده مش نوع عربية؟ لا يا مولاي. مش نوع عربية؟ لا يا مولاي. ولا شاهين بتاع الفسيخ؟ لا يا مولاي. ربع ساعة وأولى. لا يا مولاي. ده شاهين يا مولاي، شاهين اللي اتجوز مراتك بعد ما حبسك. صينية البطاطس السكلانس يا دنس. ما تسخنيش اكتر من كده. شيل معايا شيل معايا. امرك يا مولاي. شيل معايا بسرعه. يا عمود يا فجري، مش هنقدر نشيله. هذا كرشه زي البالونه. مش هنقدر نشيله، ومش هينفع نجيب شاهين يشيل معانا عشان ما يشوفش. ومش هينفع نقول له قوم امشي عشان ما نكررش نفس الافيه. هات الخوذة دي والعصاية دي، هاتهم بسرعة، هاتهم بسرعة بسرعة. ارميهم هنا في أي حتة، في أي حتة، مش راكور. تعال يلا هوبا، شيل معاه من هنا. ها شوف، هو ده السحل يا مولاي؟ شفت سحل ازاي؟ ياه. بسرعة 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 بسرعة، خش انت الأول، خش انت، زق معانا زق.
تعالي نلضم أسامينا الفل ويا الياسمين. ياسمين 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 ياسمينة. ياسمينة دي اللي انت اتجوزتها مش كده؟ ياسمينة دي ام العيال، جابت لي اسماعيل عيل واحد على تلت بنات. ده بعد ما طلقتها من جوزها غصب عنه. لا انا ما طلقتهاش غصب عنه، هي اللي ما كانتش طايقاه وطلبت منه الطلاق اكثر من مره. بس حسن الهلالي رايه كان غير كده خالص. حسن الهلالي؟ وانت شفت حسن الهلالي فين يا امير عز الدين؟ انا مش الامير عز الدين. انظر الى هذا الوجه. انظر ابعد. ابعد. اخلص. بابي بابي. هي امك كانت فين؟ انظر. ألا يذكرك بأحد؟ هو يا ربي ولا مش هو؟ حسن الهلالي؟ لا. والنعمة حسن الهلالي، ما عرفتكش أنا كده يا حسن. لا مش أنا. أمال مين؟ أنا حسن الهلالي. دي اسمها ذبحة صدرية وكده كده هتموت. قوم موت بره عشان بنحتار نشيل الناس إزاي. يلا اتفضل اتكل على الله. موت بره. رجلك باينه بره بره. التالت. عمو 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 فين بابا؟ يلا حبيبي اطلع العب بره. يلا فين بابا؟ يلا حبيبي العب بره. بابا مين يا حبيبي؟ انا ابني بابا. فين بابا؟ انت ابوك مين يا حبيبي؟ ابويا فهيم. والراجل قال شاهين بالباب. يلا حبيبي انت ابن شاهين؟ انا ابن شاهين. ياه ابن ياسمينة؟ انا ابن ياسمينة. ابن ياسمينة وابن شاهين. والله انت ابن شاهين؟ انا ابن شاهين. انا اسماعيل شاهين. يلا انا لسه قتله دلوقتي. إيه؟ قتلت ابويا؟ ايوه قتلت ابوك. انت مبارزني بارزني. يلا حبيبي العب بعيد. ساسقر لابي اذا مبارزني يا حسن. يلا حبيبي العب بعيد. يلا اتلاعب اقسم بالله اطرحها كده. يلا حبيبي العب بعيد. يلا يا بابا هتتسرع ضرب البطاريه. ايه اللي حصل بقى؟ كل دول من عندك ولا ايه؟ لا ما عرفت بقى مالك. عايز تبارزني ماشي هبارزك يا ابني، يعني جت عليك. يلا صوت الملائكي الجميل. انت مين؟ ايه يا حسن مش فاكرني؟ مش واخد بالي انت مين. انظر الى هذا الوجه. فين الوجه؟ فلة أبعد. وردة. ياسمينة. ياسمينة؟ ضغيط ياسمين. ايه اللي عمل فيكي كده ياسمين؟ الاكتئاب. انا كده لما بكتئب باكل. ده انت مكتئبة قوي واضح يعني. يا ياسمينة يا حطمت كل احلامي وانا في السجن مستني اخرج اشوف ياسمينة الجميلة اللي انا كنت بحلم بيها. يا بوظتي كل حلم عدى عليا. والواد الاهبل ده ابنك؟ يا حسن ابني. ما خلاص مش محتاجينه. الرابع. ابني. يلا يا وليه مش عايز صريخ. يلا اتكل على
الله. يلا يا وليه اتكي على الله. يا وليه اتكي. الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. أنا أمير الانتقام. حسن يا هلالي، أنا حذرتك كذا مرة وقلت لك اوعى روح الانتقام تتملك مني. أنا أمير الانتقام. أنا حسن الهلالي. لا يا مولاي، ما تخليش روح الانتقام تتملك مني. أنا أمير الانتقام. اوعى تدوس انتظار للانتقام يتملك منك. ما تخليش الانتقام. أنا أمير الانتقام. خد صلاح سالم عشان الانتقام ما يتملكش. كوبريا ايه ده تملك منك يا حسن؟ انا امير الانتقام ولا اسمرد. امرك يا مولاي، امرك يا مولاي، اركب الهوى. انا امير الانتقام. مين دي؟ يلا. انا امير الانتقام، انا حسن الهلالي. خلصت الحدوته حلوه ولا منتوته ولا لا 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 اخر كلام اخر كلام اخر كلام اطمن هنسك اوام اصلي خلاص هعمل لك ولا حاجة فيك بتأثر وتقابلي يا حبيبي استهترت بي بتضحك طيب اضحك بكرة شوف من يوم يسامحك بكرة تندم على اللي قلته ندم كبير انا عمري ما اندم انا حسن الهلالي انا امير الانتقام انا حسن الهلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي في القصر بيقتل واحد كل يومين ولو لفز جار البانجو ممكن يكسب نفسه اتنين وبقالنا يومين بننادي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي لف العالم راح روسيا وراح الصين ممكن تشوفه قدامك لكن هو في البرازيل وبقالنا يومين بننادي يا هلالي 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 والصبحية وكل ما بيصحى من النوم ياخد قرار ويشرب يرجع في اخر اليوم وبقالنا شهور بالنادي يا هلالي 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 يا هلالي